وابشرك الجمهور اعطاني 50 تستاهل. تستاهل والله ابو مع ال 150 250 تستاهل. لا 200 انت ساقط بالرياضيات. ساقط ما دني الرياضيات صدق والله. اي والله عندك الرياضيات وعندك القراءه. الرياضيات اذكر صارت لي سالفه فيه وانا بالتحضيري دخلت ودرسنا دكتور من جنسيه عربيه مصري حطني براسه مره قام يتكلم على العيال وكذا وقمت ادافع عنه يقول انكم انتم مهملين وانتم. قلت لا تعمم العيال كلهم فيهم خير بس حطني براسه من ذيك اللحظه وشوف الشيء وارسب وارسب بالماده واخذها صيفي واجي انا ما انا بخوي الرياضيات لكن جبت لي مدرس يجيني بالاسبوع 3 مرات اللي يشرح الدكتور بالجامعه يعيد شرحه بالبيت هات خصوصي ايه خصوصي اسمه يعيد شرحه بالبيت وطلعت اخذ اي بلس بنص قبل تطلع الدرجات يقول لي انت اخذ صيفي ليش حاذف الماده ولا محروم ولا ساقط فيها قلت له والله راسب قال كيف مستواك انت مره كويس قلت له علم دكتور اسمه ابراهيم تعلم دكتور ابراهيم بس انا اذا حطيت شيء براسي خلاص اي والله انا في المتوسطه رجال جبت لي كان ياخذ علي بالاسبوع 1000 ريال حول اي والله انا مره جاءت مدرس خصوصي في البيت رقدت في المجلس دخل ابي قال انت وين جايك مدرس وترقد هو جالس المدرس مدرس جالس ما يدري ايش يقول يبي ال 200 حقته انا رقدت والله رقدت قال يا اخي ولدك هذا ما فيه نفعه فالمتوسطه طال عمرك فيني فرط شو اسمه حركه تلقاني مره في شو اسمه سادس الف ومره في سادس باء يوم تخرجت من المتوسطه تدري استلم شهادتي من الكفاءه ابوي قال المدير اخذها ولدك الظاهر انه ما جلس في بطن امه 9 شهور قال الظاهر انه نازل من 7 شهر والله ما كنت اجلس في المتوسطه طيب وتغيرت شلون تغيرت؟ تغيرت ركضت في الثانويه كيف؟ في احد كلمك ولا كذا من نفسك؟ لا اعطوني شو اسمه نظام شو اسمه النظام عرفته؟ صرت طالب نظام طالب نظام اللي في العماده الاخضر ذلك هذا كنت بطلع الفسحه امشي ما يقص راسي سيفين امشي قدام الطلاب اسمع واذا انا فسحتي مع حقت مدرسين فول وطاوله هذاك لا سندويشات ركض اطلع عند الباب ومعي كوب شاهي تعرف النظام يقدر يدخل المبنى لان في الفسحه يطلعون كلهم برا المبنى انا لا داخل المبنى هذا في الثانويه بالصلاه تدور ورا عليهم اوه يا ولد اسكت بس سلطه تحس انك شفت اللي اعرفهم امون عليهم ضابط. اجي اسوي عنتر بن شداد بس اللي ما اعرفه خايف يقلب علي طيب افرض انك فصلت على واحد بعدين فصلوك من النظام الطلعه تذكر الطلعه يو يزن ايام انا ايام المتوسطه ايام ابتدائي كانت جميله لانها كانت في الاسكان قلت كنا يود على يد وحده الله يسامحك يا الغالي ها